السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه التغطية على قناة التناصح الفضائية، والتي نتابع من خلالها آخر المستجدات والأوضاع بخصوص الأوضاع في مناطق المناطق المتضررة والمنكوبة جراء الإعصار دانيال. معي ضيفي من مصرات الأستاذ فيصل معيتيق، المتحدث باسم تجمع اتحاد ثوار فبراير لتصحيح المسار، وسينضم إلينا إن شاء الله بعد قليل الدكتور يوسف البخبخي الأكاديمي والمحلل السياسي، لنبحث معهم آخر التطورات. من أبرز التطورات التي جرت بخصوص الكارثة التي حلت بدرنا والمناطق في الجبل الأخضر، كانت تصريحات مكتب النائب العام التي أعلن فيها توجيه الاتهامات ضد 16 شخصية وفتح أو رفع دعوة جنائية ضدهم، وكذلك أعلن عن هوية عدد من هذه الشخصيات التي أمر بسجنها، من بينها عميد بلدية درنا ورئيس هيئة الموارد المائية السابق والحالي وعدد من مدراء الإدارات المعنية بالسدود وإدارتها في المنطقة الشرقية. لو بدأت معك ضيفي من مصرات أستاذ فيصل معيتيق، بداية هذه الإجراءات التي أعلن عنها النائب العام والتي قال بأن اللجنة التابعة له ما زالت مستمرة وتواصل التحقيق وستلاحق كل من له اليد أو له يد في هذه الجريمة أو في هذه الفاجعة، كيف تتابع هذه التصريحات من النائب العام؟ اهلا وسهلا استاذ محمد، احييك واحيي اخوتنا المشاهدين واحيي كل العاملين بقناه التناصح اللي هي بصراحه منصه لثوره 17 فبراير ولمشروع بناء الدوله المدنيه ومحاربه عوده العسكر من جديد. اهلا وسهلا. بالتاكيد يعني هذا واجبه النائب العام، هذا واجبه ويبدو انه يعني يسير في الطريق الصحيح باتخاذه لهذه الإجراءات، هذه يعني خطوة جيدة. ولكن في الحقيقة يعني زيارته للمنطقة الشرقية بعد الكارثة ويعني حديثه على مجرم الحرب حفتر بهذه الطريقة، وهذا أمر بصراحة محبط. هذا مجرم الحرب هو مسؤول على عرقلة بناء الدولة، وهو الذي سبب في كل هذه المآسي التي نعيشها من سنة 2014، ولذلك يجب أن لا يعامل بهذه الطريقة يعني. فكثير من القضايا مرفوعة ضده في الخارج والداخل، ونائب العام هذا موقفه بصراحة فيه اعتداء على مشاعر الليبيين كلهم، بالذات على ضحايا هذا المجرم في العمل اللي قام به في هجومه على المنطقة الغربية واعتدائي على يعني اكثر من نصف سكان الوطن. فهذه خطوه كانت بصراحه غير جيده، ولكن توليه لهذا التحقيق والبدايه بهذا الشكل ربما يكون فيه نوع من المصداقيه لتحقيق الحق ولانصاف الضحايا ولمحاسبه المسؤولين على هذه الكارثه التي وللاسف رغم انها قضاء وقدر، وكل شيء هو يحدث في العالم هو قضاء وقدر، ولكن ما كان ليكون بهذه الطريقه، وما كان حجم الضحايا وحجم الكارثه يكون لهذه الدرجه لو ان المسؤولين يعني اتخذوا الاجراءات السليمه وراعوا الله في 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 ناسهم وفي وطنهم وفي سكان هذه المدينه التي لها خصوصية في قلوب الليبيين. وإن شاء الله تعتبر خطوة جيدة، أتمنى أن تستمر بكل شفافية وبكل مصداقية، أتمنى هذا وإن شاء الله يعني نشوف منا المزيد يعني. طيب أستاذ فيصل، إعلان النائب العام عن حبس 8 مسؤولين بينهم عميد بلدية درنا وأيضا رفع أو تحريك دعوة جنائية ضد 16 مسؤول آخرين لهم علاقة بإدارة مرافق السدود في البلاد وخاصة في الشرق، هل يعني تحديد المسؤولين عن الكارثة بشكل نهائي أم أن المسؤولية قد تشمل آخرين برأيك؟
بالتأكيد حتشمل آخرين يعني، وهذا هذا 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 موضوع يعني أكبر من 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 حجم المدينة. هذا موضوع أكثر من الكارثة نفسها التي حدثت، يعني موضوع مسؤول عليه أطراف، مسؤولين عليه أطراف يعني تتعدى هؤلاء الأشخاص. ولكن هي خطوة، هذه ما ناس لهم علاقة مباشرة، يعني هذه ما هم موجودين في مكان الكارثة وليهم علاقة مباشرة بالكارثة، ولذلك يعني لابد من اتخاذ الإجراءات اللي اتخذها النائب العام. ولكن إن شاء الله ما تكونش هي نهاية المطاف، لأن الموضوع كبير جدا، والموضوع يشمل حتى أنا في الحلقة الماضية تحدثت عن هذا الأمر الذي عرقل قيام الدولة، هو المسؤول بالدرجة الأولى، المشروع الذي ظهر وعرقل قيام الدولة وعرقل قيام مؤسسات الدولة بواجبها المنوط بها لخدمة المواطن ولحماية المواطن، هذا هو المسؤول بالدرجة الأولى. وبالتأكيد يعني باقي الأطراف اللي هم عندهم علاقة مباشرة واللي هم يعني مسؤولين على مشاريع المدينة وعلى إدارة شؤون المدينة، ما في شك هذه اللي اتخذ ضدهم الإجراءات، يعني هذا لابد من اتخاذ مثل هذه الإجراءات، ولكن لابد أن تشمل أبعد من هذه المجموعة، لأن تطالهم المسؤولية وهم في الحقيقة مسؤولين على تدمير درنا وتدمير كل الوطن بجميع ربوعه، ولذلك يجب ألا يتم استثناهم. وهم ماضيين، المشكلة أنهم ماضيين في نفس المشروع، يعني ما زالوا ماضيين في مشروعهم. لذلك يعني مؤسسة العدالة لها الواجب الأساسي في حماية المواطن وفي حماية الوطن، وهذا جزء من 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 واجبها هو يعني اتخاذ الإجراءات الكفيلة لردع كل المجرمين الذين أساءوا لأبناء هذا الوطن وأساءوا للوطن بصورة عامة. إن شاء الله نعم واضح سيد فيصل، واضح سيد فيصل ميتيق. ورحب بضيفي عبر الهاتف السيد جمعة الصعيطي، عضو حكماء وأعيان مهاجري المنطقة الشرقية. سيد جمعة أهلا بك، وبداية أريد أن أسألك عن بيان النائب العام الذي صدر بالأمس والذي حدد فيه المسؤولية أو حرك فيه دعوة جنائية ضد 16 مسؤول عن مرافق السدود في البلاد وخاصة في الشرق، وأيضا تحدث عن توجيه التهم وحبس 8 مسؤولين من بينهم عميد البلدية. هل ينبي أو يلبي تلبي هذه الإجراءات التي اتخذها النائب العام وأعلن عنها مطالب المتضررين والليبيين بصفة عامة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا سيدي تحية لك وتحية لقناة التناصح للأخوة المشاهدين ولضيوفك الكرام. يا سيدي أنا يعني منقولها بكل صراحة، الهيئات القضائية في ليبيا حاليا عليها علامات استفهام عديدة جدا. اولا الهيئات القضائيه اللي قبلوا ان هم يسكروا الدائره الدستوريه اللي تم الطعن امامها في اخطاء الحكومه، ولا يعني الناس اللي رضيوا بهالمستوى انا ما يعني ما عنديش فيهم ثقه ان هم حيصلوا الى نتيجه كويسه. فالموضوع درنا ما هوش مرتبط بعميد البلديه والله بالناس مسؤوله على السدود، بس الموضوع درنا موضوع كبير جدا للأسف الشديد، لأن نحن ما عندناش ثقة في الهيئات القضائية الموجودة حاليا أو في العديد منهم، مع احترامي للناس الكويسة فيهم، يتوجب أن لازم تخش فيها هيئات قضائية وتحقيقات دولية تتعاون مع الليبيين اللي موجودين إن شاء الله في الساحة، وإن شاء الله ربي يوفقهم. لكن غير هذا أنا ما بصراحة ما يعني ما ليش منتظر أي عمل إيجابي يتم في الأمور هذه للأسف الشديد، يعني لأن إقفال الدائرة الدستورية عمل إجرامي كبير. كيف الناس هذه الناس الموجودين في القضاء الآن في السلطة القضائية الآن كيف رضيوا بإقفال الدائرة الدستورية؟ 5 سنوات السراج، حكومة السراج أخطاء على اليمين وعلى الشمال وسرقة أموال، ولا واحد قال يمين ولا شمال، لأن الدائرة الدستورية مغلقة ما يقدرش حد يطعن أمامها.
نعم يا اخي انا مانيش راجي اي خير منهم يعني. ابقى معي سيد جمعه، انا انقل هذا الكلام الى ضيفي عبر الهاتف الدكتور يوسف البخخي الاكاديمي والمحلل السياسي، واريد ان اساله عن وجهه نظره في ما جاء على لسان سيد جمعه الصعيطي. دكتور يوسف اهلا بك، هل تثق في القضاء المحلي وسيلة لإنجاز العدالة وإنصاف الضحايا والمكلومين جراء الكارثة في درنا ومحيطها؟ بدءا تحية طيبة لك ولضيوفك ولمشاهديك الكرام. الحقيقة أن يعني إذا ما تحدثنا عن النائب العام الأمر إلى حد ما يختلف عن الحديث عن القضاء بشكل عام. القضاء في ليبيا للأسف بعيد حقيقة عن مستوى المسؤولية. نحن لدينا قضايا وقضايا وطنية، يعني لدينا قضية شهداء أبو سليم إلى هذه اللحظة رغم مرور العديد من السنوات لم يتم الحكم فيها أو حتى الوصول بها إلى لحظة نهائية أو على مقربة من الحكم. لا زالت هذه القضية يتم تداولها ما بين النيابة العسكرية والنيابة المدنية، فللأسف جهاز القضاء لا زال بعيدا عن مستوى المسؤولية. وكما ذكر ضيفك يعني ما عاشه القضاء الليبي على المستوى الدستوري من تعطيل للدائرة الدستورية وإفساح حقيقة المجال لعبث المجلس التشريعي أو ما يسمى بمجلس النواب، والذي استطاع حقيقة أن يعبث بالمشهد من على المستوى التنفيذي إلى المستوى التشريعي إلى المستوى القضائي. ونحن نعرف اليوم من هو على رأس المجلس الأعلى للقضاء، فللأسف حقيقة الحالة القضائية في ليبيا لا تسر ولا يمكن التعويل عليها. فيما يتعلق بتحقيق النائب العام، في تقديري كل خطوة لاستكشاف الحقيقة هي خطوة إيجابية، ولكن هذه القضية اليوم، هذه الفاجعة بهذه الأرقام المأهولة التي حدثت في درنا، في تقديري ليس في مقدور مكتب النائب العام التعامل مع هكذا قضية بهذا الحجم وبهذا التعقيد والتشابك والتداخل. زد على ذلك أن هذه القضية تقع في منطقة هي خارج السيطرة الحقيقية وليست السيطرة الشكلية للنائب العام. صحيح أن النائب العام شخصية تم التوافق عليها ما بين كل الأطراف، وهو من المناصب السيادية التي تم يعني الحصول على قدر من التوافق في تعيينها أو في تسميتها، ولكن عندما تأتي إلى أرض الواقع النائب العام لا يستطيع في حقيقة الأمر الاقتراب من مساحات هي مساحات مقفلة، هي مناطق مقفلة. نعم. لكن دكتور يوسف، البعض يرى في سرعة الإجراءات هذا البيان، يعني يعتبر جاء خطوة متقدمة، البعض توقع أن يتأخر النائب العام أكثر من ذلك في الإعلان عن بعض نتائج التحقيقات، فاتخاذ إجراءات مثل هذه بهذه السرعة يراه البعض مؤشرا إيجابيا على أن القضاء المحلي قادر على أن ينصف المظلومين وينصف أهالي الضحايا. أنا لازلت أصر على 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 التفرقة ما بين القضاء والإنصاف. عندما نتحدث عن الإنصاف ونتحدث عن القضاء نتحدث عن المرحلة ما بعد مرحلة النيابة أو مرحلة النائب العام. النائب العام سيقوم بإعداد صحائف الاتهام، ولكن الإدانة والإنصاف والوصل إلى نقاط حاسمة بخصوص القضايا هنا يأتي القضاء. نحن نتحدث الآن عن إجراءات النائب العام. نعم على مرحلة النائب العام، القضية بطبيعتها بما تتطلبه من خبرات، بما تتطلبه من أبعاد فنية، بما تتطلبه حقيقة من قراءة عميقة لكيفية حدوث الفيضان ذاته. الإشكالية اليوم أن النائب العام توقف عند قضية السدود، وقضايا الانهيارات للسدود قضايا متعارف عليها، بمعنى أن حتى السدود
في أفضل أوضاعها قابلة للانهيار في ظروف مناخية متطرفة، فما بالك بسدود هي سدود متهالكة، سدود متصدعة، من الطبيعي أن تنهار. أزيد على ذلك أن 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 مساحة المسافة الزمنية اليوم من تاريخ تأسيس هذه السدود إلى هذه اللحظة هي مسافة بعيدة، افتقدت فيها الصيانة، افتقدت فيها حقيقة متابعة هذه السدود، تحديثها، وضع ما يسمى بأدوات الإنذار المبكر فيها. نحن نعلم تمام العلم أن النظام القديم توقف حقيقة عن أي إنجازات في البنية التحتية لعقود من بعد ذلك الحصار الذي تعرضت له ليبيا، توقف نهائيا. فبالتالي الإشكالية اليوم فيما يتعلق بالسدود لا تعطي نتائج حقيقية ولا تقدم حقيقة، حتى على الصعيد الجنائي في تقديري تقدم اتهامات قابلة أن تصبح حقيقة أو أن تتحول إلى حالة إدانة. بالأمس للوول ستريت جورنال قامت بتحقيق موسع بهذا الخصوص، وأوردت حقيقة تاريخ هذه السدود وقضية أن هناك استشاري سويسري في 2003 ونصح الحكومة آنذاك بترميم السدود وبناء سد ثالث، وترددت ذات الاستشارة في 2010 من قبل استشاري إيطالي، ولكن لم يتم حقيقة تنفيذ كل هذه الاستشارات جراء صراعات فيما بين أبناء القذافي كما ذكرت الول ستريت، وإيقاف عملية الصرف على البنى التحتية. فالإشكالية اليوم حقيقة يجب، إذا ما أردنا تحقيقا جادا وحقيقيا، يجب أن ينتقل من مرحلة السدود، لأنها مرحلة في تقديري هي زقاق مقفل، إلى ما يسمى بإجراءات الطوارئ. هذه هي المرحلة حقيقة، أو هذه اللحظة التي أدت إلى هذا الانهيار المرعب، هذه الضحايا بهذا الحجم المخيف. نعم. يعني في الرئيس، تسمعني؟ نعم أسمعك. نعم. رئيس الهيئة العالمية للإرصاد الجوية بيتري تالاس ذكر أنه بالإمكان، كان بالإمكان تفادي هذا العدد من الضحايا. هذا للأسف لم يحدث. كيف يمكن تفادي هذا العدد المأهول من الضحايا؟ هي إجراءات الطوارئ، هي الإنذارات المبكرة، ما تستدعيه هكذا واضح ظروف المناخية من إجراءات. هذا يدفعني للسؤال، معذرة عن المقاطعة دكتور يوسف القماعي، يدفعني للسؤال سيد فيصل معيتيق عن النائب العام. حتى الآن لم يتطرق إلى مسألة الإجراءات التي فرضت أو الإجراءات التي قامت بها السلطات القائمة في المنطقة الشرقية لمواجهة أي كارثة أو أي أضرار متوقعة جراء الكارثة، والكل كان يتوقع وقوع إعصار أو عاصفة تضرب المنطقة. مثلا مسألة حظر التجوال لم يتطرق إليها النائب العام، برأيك لماذا؟ ولا يتحمل من فرض حظر التجوال على الناس في مدينة درنة والمنطقة الشرقية جزءا من مسؤولية هذه من المسؤولية عن هذه الكارثة؟ بالتأكيد زي ما قالوا الإخوة، يعني أولا نحيي الدكتور يوسف ونحيي أخونا جمعة، ومثل ما قالوا يعني فيه تشكيك في القضاء، يعني القضاء واضح، يعني عند قضايا كثيرة تم إهمالها وهي قضايا وطنية تخص الوضع الذي نعيشه، تخص هذا المختنق اللي نعيشه ويهدد يعني كيان الدولة ويهدد كيان المجتمع، ويعني كل هذه القضايا أهملها، ومثل ما قالوا الإخوة الدائرة الدستورية وما جرت علينا من مآسي وكوارث في قرارات تخرج من عقيلة صالح من مربوعتها ولا يتم الطعن فيها ولا يتم البت فيها، وهذه كلها كوارث يعني ومؤشرات تدل على أن جسم القضاء غير مؤهل أن يقوم بهذه العملية. ولكن في الأخير يعني كإجراءات النائب العام يعني اللي اتخذها الخطوات سريعة وبكيفية يعني وتظهر وكأنها يعني ستحقق العدالة وستحاسب الجاني، نتيجة كبر الكارثة، نتيجة أن الكارثة كانت
والعدد كان مأهول، عدد الضحايا هذا أمام العالم يجعل النائب العام ويجعل حتى الأطراف الأخرى التي لن تقبل التحقيق ولن تقبل أن تصلهم الاتهامات يعني يقبلوا بهذا الأمر ويقبلوا بهذا الإجراء. وهذا ما أسلفت فيه، أن حديث عن ما يسمى بالقيادة العامة بهذا الشكل عند زيارة المنطقة الشرقية هذا كان موضوع زايد وما كان ليصدر من النائب العام، وهذا يدعو للتشكك ويدعو وفيه كثير من الإحباط بصراحة للناس التي تنتظر إحقاق الحق وتنتظر العدالة في هذه القضية. يعني أنا أقدرش نقول لك يعني شيء النتائج يعني اللي ممكن نصلها، وبالتأكيد يعني أمور إذا كان التحقيق تولاه ناس يعني عندهم مصداقية بالتأكيد حنصل إلى أطراف كثيرة أبعد من هذه المجموعة التي تم توجيه الاتهامات لها أو تم توقيفها، بالتأكيد حنصل إلى أطراف أخرى. ومثل ما قال الدكتور يوسف يعني موضوع عميق وتصل المسؤولية فيه حتى للعهد السابق المجرم القذافي وإدارته. فالموضوع هو في بناء الدولة وبالتحديد وبالذات كان هناك توجه أن تكون يعني فبراير هي إنقاذ للوطن وبناء للوطن، ولكن المشروع الذي ظهر في 14 هو اللي عطل بناء الوطن وهو اللي عطل بناء المؤسسات وهو المسؤول بالدرجة الأولى على كل ما يحدث في وطننا في هذه الفترة وهذه المرحلة اللي نعيشها، المختنق اللي نعيشه وهذه الترتيبات والأحداث اللي حدثت في الوطن مسؤول عليها هذا المشروع العسكري، هذا المشروع المدمر اللي بصراحة يمتد للخارج. واليوم شفت الزيارة يعني بصراحة شكرا. طيب أنتقل لضيفي السيد جمعة السايطي. أستاذ جمعة، هناك من يطالب بضرورة أن يكون هناك تحقيق دولي في يعني حيثيات هذه الكارثة وأيضا إدارة الأزمة بعد وقوع هذه الكارثة، وهؤلاء يقولون بأن القضاء المحلي لم ينجز العدالة في كثير من القضايا التي تهم وتشغل الرأي العام إلى يومنا هذا، وهناك عديد من هذه القضايا التي يذكرها هؤلاء. هل تؤيد هذا الاتجاه نحو القضاء الدولي أو التحقيق الدولي؟ نعم، يعني نحن بحاجة إلى القضاء الدولي، لأن نحن زي ما حكينا تعطيل الدائرة الدستورية اللي عطل من عطلها عطلها أهل القضاء، الناس اللي نحن نأمل فيهم أنهم هم يكونوا عادلين وأنهم هم يقفوا مع الحق بحكم وظائفهم وبحكم اليمين اللي أقسموها لما وصلوا لهالأماكن. لكن للأسف الشديد من 6/11 في 2014 اللي صدر حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان انتخاب مجلس النواب، بمجرد ما جاء السراج عطلت بيش السراج يخدم على راحته، مجلس النواب يدير قرارات وقوانين على راحته وهكذا. فطبعا نحن بحاجة، مع أن نتفق مع الأخوة أن حتى القضاء الدولي في بعض الأحيان يكون رخيص، لكن لو تم انتقاءه ويطعم بشخصيات وطنية حتى متقاعدين من القضاء، فيه ناس مؤهلين إنهم هم يقولوا كلمة الحق. الشيء الآخر أن السيد النائب العام حاليا على وكأنه يعني يدور في الناس اللي مثلا أخطأوا في موضوع السد، عميد بلدية، جماعة السدود، إدارة السدود. هي القضية ما هيش قضية أن إنسان أهمل في عمله حاليا، هو فعلا اللي أهمل في عمله المفروض يعاقب على إهماله، لكن المفروض طالما فيه ناس قاعدة تقول أن تم حظر التجول ومنعوا الناس من الخروج من بيوتهم وما فيش حد أنذرهم قال أن الوادي أن السد مليان مية وأن المية قاعدة تطلع من فوق يعني ممكن ينهار في أي لحظة، خاصة أنه معروف أنه هو يحتاج إلى صيانة من 2002 ولا 2003 في التقارير عليه. هذه اللي المفروض النائب العام يتبعها ويأكدها هل هي صحيحة ولا كذب. يعني لازم يعني حتى نحن لازم نكون نضاف حتى في حديثنا، هل فعلا تم منع الناس من الخروج من بيوتهم؟ هل تم حظر التجول؟ هل منعوا
الناس اللي عارفين ان السد يشكل خطر على درنا من ان هم يحذروا الناس اللي هي عمليه برنامج طوارئ او انذار مبكر للناس باش يتفادوا ما يحصل. فهذه هي المفروض النائب العام يسعى وراها، لكن باش يجيب لي عميد البلديه وتتهم، هذا اتهام سهل جدا يعني، حتى وكيل نيابه عادي. الشيء الاخر القضاء، يعني هذه نقطه لازم نثيرها، فيه ناس في السجون حكمت لهم المحاكم بالبراءه ولم يطلق سراحهم الى حد الان، فيه لها اكثر من سنه محكوم بالبراءه، المحكمه حكمت ببراءته ولم يطلق سراحه، فكيف تبينا نثق في القضاء الليبي يعني، والله في النائب العام والله في النيابه العامه فمساله يعني احنا الله غالب يعني، بالرغم ان القضاء الاجنبي او القضاء الدولي حيكونوا فيه ناس غير مسلمين وحيحكموا لك بقوانين ممكن ما تتمشاش مع الشريعة الإسلامية، ولكن نقبل به لأن نحن ما عندناش ثقة في قضاءنا للأسف الشديد، وهذا شيء مؤسف يعني للحق. طيب دكتور يوسف البخبخي، حضرتك تفصل بين القضاء وسلطة التحقيق، وأنا أريد أن أسألك بشكل مباشر، بحسب الإجراءات المتخذة الآن من النائب العام، إلى أي حد تثق في أن سلطة التحقيق تستطيع الآن أو قد تقدم على إعلان نتائج التحقيقات بشكل شفاف وواضح وشكل يلبي طموح الليبيين، حتى ولم تستطع وإن لم تستطع هذه السلطة جر المتهمين كلهم إلى العدالة، لكن تعلن أن هؤلاء هم من ارتكبوا الجريمة أو ساهموا في جعل الكارثة بهذا الحجم، إلى أي حد تثق في سلطة التحقيق؟ سلطة التحقيق من حيث الإجرائية في تقديري يعني بإمكانهم أن يصلوا إلى نتائج، ولكن السؤال في حقيقة الأمر هو في دائرة التحقيق إلى أي مدى حقيقة المكتب النائب العام يستطيع استيعاب هذه القضية على كل المستويات. يعني عندما نتحدث عن إجراءات الطوارئ ونتحدث عن فرض حظر التجول بدلا من عملية الإخلاء الفوري، فرض حظر التجول هذا ليس قرارا لمجلس بلدي، هذا قرار جاء من وكيل وزارة الداخلية في فيديو تم بثه السيد فرج جعيم، ودعا في 9 سبتمبر إلى فرض حظر تجول. في ذات الوقت لدينا في يوم 7 صدر قرار من الحكومة الموازية، حكومة أسامة حماد، أسسوا فيه لما يسمى بلجنة الطوارئ والاستجابة السريعة. في هذه اللجنة 16 شخصية من ذوي الصفة. هذه اللجنة لم نسمع أنها قامت بإجراءات الطوارئ أو الاستجابة السريعة، وهذه اللجنة تم تخويلها بحكم نص القرار أنها مخولة بإعلان الطوارئ وحالة التأهب القصوى. هذا لم يحدث مطلقا. الذي حدث أن وزارة الداخلية تولت الأمر بدلا من الطوارئ والتأهب القصوى، انتهينا إلى فرض حظر التجول. أين اللجنة؟ أين دورها؟ أين هذه الحكومة؟ ثانيا، من يمتلك صلاحية فرض حظر التجول؟ نحن نعلم، كل العلم والعالم برمته يعلم أن المنطقة الشرقية هي تحت قبضة أمنية غاشمة، لا أحد يجرؤ، لا أحد يستطيع، لا وزارة الداخلية، لا وزيرها ولا وكيل وزارتها يجرؤ على فرض حظر التجول بدون أمر مما يعرف بالقيادة العامة في تلك المنطقة. فنحن هنا نتحدث عن مسؤولية للكارثة تتجاوز حقيقة عضو المجلس البلدي أو رئيس المجلس التسييري أو حتى وكيل وزارة الداخلية الذي أعلن فرض حظر التجول. هذه المساحة، هذه الدائرة هي التي في حاجة إلى تحقيق على كل مستوياتها. طيب برأيك نحن محتاجون للذهاب نحو تحقيق دولي؟ لا خلاف، نحن لا نمتلك مكتب النائب، أنا شخصيا أشفق على مكتب النائب العام. مكتب النائب العام اليوم تحت ضغوط شعبية وتحت ضغوط رسمية بالوصول بإنجاز تحقيق والوصول إلى نتائج، ولكن الإشكالية أن مكتب النائب العام مكبل، مكتب النائب العام لا يقوى على الاقتراب من هذه الدائرة التي تحدثنا عنها بكل مستوياتها. ولذلك التحقيق الدولي في هكذا موضوع أمر ضروري للوصول إلى مستوى معين من الحقيقة،
لأن نحن الآن حتى بعيدا عن الوصول إلى اتهامات جنائية بخصوص من ساهم في صناعة هذه الكارثة، أقله أن نعرف ماذا حدث، كيف حدثت الفاجعة، من المسؤول عن حدود هذه الفاجعة بهذه الأرقام المرعبة. العالم كله قال أن هذه الأرقام ما كانت لتحدث. نعم. يعني العالم كله يعيش حالة أعاصير. يعني الصين شهدت ما لا يقل عن 11 أو 11 إعصارا لحد شهر 9 أو بداية شهر سبتمبر. الخريف الأمريكي اللي هو الساحل الشرقي كل موسم خريف هناك أعاصير. نعم. وأعاصير تؤدي إلى كوارث وضحايا في دولة كالولايات المتحدة. يعني هكذا انذارات وهكذا تطرفات مناخية وهي ليست بغيب، هي معلنة، العالم تحدث عنها. نعم. وسبقت دول كانت سابقة لنا في تقبل أو في الالتقاء بهذه العاصفة المتوسطية أو هذا الإعصار. نعم. فلذلك المسؤولية واضحة في حقيقة الأمر. نعم. والتوجه للتحقيق الدولي هو ربما أيسر السبل للوصول إلى على الأقل ما يرضي أهالي الضحايا من نتائج. أنتقل إلى الأوضاع داخل مدينة درنا وآخر الأخبار القادمة من مدينة درنا، وأسأل السيد فيصل معيتي، كيف تتابع الأوضاع في مدينة درنا، وهل لديكم معلومات عما يجري داخل المدينة خلال هذه الأيام؟ بصراحة هي الأمور غامضة بصراحة، يعني كل ما نسمع يعني أمور إيجابية وأمور سلبية، والأمور في الحقيقة غامضة. واللجنة اللي هي مختصة بهذا الأمر وتقاريرها والندوات اللي تدير فيها بصراحة الأمور غير واضحة وغير ويبدو أن حتى الأرقام اللي تعلن عليها غير حقيقية، كأن في تعتيم عن الأرقام، نتيجة أن هذه الأرقام ربما يعني تشكل نوع من الضغط عليهم، على هذه القوة الغاشمة اللي وصفها الدكتور يوسف بأنها قوة غاشمة، والتي يعني سيطرتها وسطوتها وصلت للنائب العام. يعني لما النائب العام يخرج ويشكرها ويحييها بهذا الشكل، يعني سطوتها وصل إلى النائب العام اللي هو يفترض أن يكون يعني نزيه بما يخول أن يتولى مثل هذه القضايا يعني بهذا الحجم. ولكن مثل ما قال أخونا جمعة، يعني حتى الأبرياء اللي هم حكمتهم المحاكم بالبراءة، هذا ربما كويس أو جسم من القضاء، يعني ربما في بعض القضاة يعني نزيهين ويخافوا ربي وحكموا لهم بالبراءة. ولكن من الذي منع خروج هؤلاء الأشخاص، هؤلاء الأبرياء اللي منحهم قوة غاشمة ثانية موجودة في العاصمة تستطيع أن تمارس هذه الممارسات، وتستطيع أن تمنع يعني خروج البريء، وهي واضح التي تتحكم في مصير السجناء بعيدا عن جسم القضاء. وهذا الأمر يعني كارثة درنا وكارثة الوطن وهذه القضايا اللي نشوف فيها، ويعني هذا يستدعي أن نحن نحتاج لوقفة شعبية، وقفة جادة من ثوار 17 فبراير. بصراحة هم مسؤولون، هم مسؤولين عن عما وصل ليه الوطن بصراحة. يعني ناس ضحت، أخوانهم وأصدقائهم وأهلهم ضحوا إلى هذه الدرجة بالغالي والنفيس، ويتركوا المشهد بهذا الشكل. يعني والمشكلة ما نش عارف كيف، يعني هل ما يشوفوش في الأخطار؟ هل هم تو أصبحوا عاجزين على اتخاذ إجراءات صحيحة، عاجزين على الالتقاء والاتفاق على إجراءات تنقذ الوطن؟ هذه هي الكارثة. احنا في تجمع ثوار 17 فبراير، تجمع اتحاد ثوار 17 فبراير، يعني نسعى إلى إيجاد قيادة
ل 17 فبراير، تمتد 17 فبراير ولا تترك الأمور بهذا الشكل، يكون كل الأطراف موجودة اللي هي تعادي قيام الدولة المدنية وتعادي يعني الحريات وتعادي حقوق الإنسان وتعادي الانتخابات، يعني نتركها هي اللي تقرر مصيرنا، وغياب تام لمن يمثل ثورة 17 فبراير، لمن يمثل مشروعها في قيام الدولة المدنية. نحن التجمع نسعى إلى أن بصراحة نضم أكبر عدد من الناس الوطنيين الذين يسعوا إلى انتخاب قيادة لثورة 17 فبراير، لثوار 17 فبراير. نعم. والباب مفتوح، واضح، لا فيه لا الأول سجل هو الأول أو الآخر أو هو يعني هو اللي أوجد هذا المشروع، لا، نحن جميعا سواسية ننتخب جسم قيادة لثورة 17 فبراير ولثوار 17 فبراير حتى تستطيع بناء الدولة، وإلا بصراحة نشوف أنا في الموضوع يعني كارثي أكثر من كارثة درنة. طيب. كارثة الوطن أكبر من كارثة درنة. نعم، أنا أنتقل للسيد جمعة الصعيطي، عضو حكماء وأعيان مهاجرين منطقة شرقية. سيد جمعة، يعني ما هي معلوماتكم حول الوضع الإنساني والمعيشي والحقوقي أيضا في مدينة درنة والمناطق المحيطة بها بحسب المعلومات الواردة إليكم؟ والله شو نقول لك، يعني زي ما سبقني أحد الضيوف، الوضع يعني ما متضارب، يعني ما نش فاهمين شنو فيه غادي. فيه من ناس يقولوا الأمور كويسة، فيه ناس تقول الأمور مش كويسة، وخاصة الجانب الأمني يبدو أن فيه مضايقات كثيرة جدا للناس، وخاصة ما بعد المظاهرة اللي حدثت في أمام مسجد الصحابة. فالوضع يعني غامض بالنسبة لنا. أنا شخصيا يعني ما نقدرش نقول شيء، ما نقدرش نقول لخير لشر. طيب. يعني الصورة ما هيش واضح. هناك تقارير صدرت عن منظمات حقوقية محلية ودولية، منها تقرير لمنظمة العفو الدولية طالبت ميليشيات حفتر برفع القيود عن وسائل الإعلام ووقف عمليات الاعتقال ضد المنتقدين. يعني برأيك بداية، هل توقفت هذه الاعتقالات، أو بحسب معلوماتك هل توقفت هذه الاعتقالات أم أنها ما زالت مستمرة؟ والله يعني باش نعطيك إجابة شافية، ما عنديش إجابة شافية، لكن مش حتوقف الاعتقالات، لأن العملية مستمرة، ما هيش من توا، يعني من 2014 العملية ما توقفتش لحد الآن. والأزمة، البعض يكذب هذه التقارير، بما أن حضرتك ما عندكش معلومات عن حقيقة الاعتقالات، أسألك يعني من جانب آخر لهذا السؤال. البعض يكذب هذه التقارير ويقول بأن هذه المنظمات منظمات مغرضة، وهي تستهدف ما يسمونه الجيش وتستهدف وحدة الليبيين. ما مدى مصداقية هذه المنظمات وهذه التقارير؟ لا مش المساله، ماهيش مساله مصداقيه، شنو مصلحتها، يعني نجيب بها شنو مصلحه المنظمه اللي تقول فيها الكلام. ما عندهاش فيه مصلحه اصلا، ان اظهار الحقيقه، يعني ما شنو مثلا لو ان عمليه ابتزاز راها ابتزتهم فيما بينهم، يعني تحت الطاوله. لكن لما منظمه حقوقيه او منظمه حقوق انسان والله تقول في كلام زي هذا، معناها يعني بانيه كلامها على اسس صحيحه، يعني حسب ما ترى هي. لكن أنا ما نشككش فيها، يعني ما نشككش في المعلومات اللي تورد فيها المنظمات، لأن عندها مراسلين وعندها مخبرين ولها مصدرها على أرض الواقع. نعم، دكتور يوسف البخبخي، ما أهمية مثل هذه التقارير خاصة من منظمات كالعفو الدولية، وما تتمتع به وما تمثله هذه المنظمة من أهمية على المستوى الدولي وحضور رسمي، وتقريبا في كل ومختلف دول العالم تجد هذه المنظمة موجودة؟ نعم، هذه التقارير شديدة الأهمية في حقيقة الأمر، بل يعني نحن في هذه المرحلة الفاجعة ولحظة الفاجعة شهد إعلاما دوليا متدفقا حقيقة، وكل وسائل الإعلام أو الصحف العالمية من الول ستريت جورنال، نيويورك تايمز، الغارديان، الديلي تيليغراف، حقيقة يعني الكل تحرك في إطار إدانة المشهد ومن وراء هذه الفاجعة، وأصابع الاتهام حقيقة للتحقيقات الإعلامية كلها اتجهت وبالاسم إلى حفتر وأبنائه. يعني اليوم
يعني حقيقة هي لحظة دولية كان جدير بنا استثمارها ليس من باب التوظيف السياسي الانتهازي، ولكن من باب إحقاق الحق، من باب تعبئة الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي كذلك، أننا إزاء كارثة ترجع بعيدا إلى ما وراء فاجعة درنا، وأن الفاجعة في حقيقة الأمر هي نتاج هذه الكارثة ألا وهي عملية الكرامة. يعني بمعنى لو تحدثنا بمنطق تحليلي لما يمكن أن يؤدي إلى هذه الفاجعة، هو غياب مؤسسات، غياب حكومات حقيقية. يعني من 2014 ونحن نشهد صناعة حكومات موازية، حكومات مصطنعة لا حقيقة لها، حكومات لا تصنع استقرارا، فما بالك لإدارة طوارئ. يعني بمعنى أن الذي عطل الدولة وعطل مؤسساتها وعطل ما يمكن أن يؤدي إلى احتواء حادثة كهذه الحادثة الاستثنائية هو عملية الكرامة. يعني إقفال الحقول والموانئ النفطية، تعطيل ليبيا أو منعها من الحصول على مال يؤهلها حتى لإدارة هذه السدود وصيانتها والانتباه إلى البنى التحتية. حكومات مستقرة حقيقية، يعني الشرق في حقيقة الأمر يعيش حالة حرمان من ظاهرة الدولة مطلقا، مع أن الدولة التي نعيشها اليوم وهذا ما يجب أن نعيه كذلك هي بقايا جماهيرية القذافي، هي مؤسسات مهترئة سواء كانت في طرابلس أو في أي مكان آخر. نحن لا نمتلك مؤسسات حقيقية. نعم، لكن يقول البعض بأن من حرم من فرض الانقسام على في الحكومتين وفي المؤسسات وفي الجهات التشريعية على ليبيا هو من يتحمل جزء كبير من مسؤولية حرمان المنطقة الشرقية من على الأقل من أن تكون لهم حكومة واضحة يحملونها المسؤولية عن ما يجري لهم وما يتعرضون إليه. أنا أريد أن أسألك دكتور يوسف عن برأيك النائب العام، سيد النائب العام، هل يجب أيضا أن يبحث ويفتح تحقيق في هذه التقارير باعتبارها صادرة عن منظمات دولية وبإمكانه أيضا أن يطلب منها مصادرها ومصادر معلوماتها؟ للأسف يعني نحن هكذا نحمل مكتب النائب العام ما لا يطيق، ولذلك نحن ندعو إلى تحقيق دولي. القضية أكبر حقيقة من قدرات المكتب النائب العام، أكبر من إمكاناته، أكبر من سلطته كنائب عام، كسلطة حقيقية على الأرض. لا يستطيع النائب العام في حقيقة الأمر أن يقترب من قضايا الحقوقية وقضايا الاعتقال في المنطقة الشرقية. يعني قضايا الاعتقال ومصادرة الحقوق والتصفيات الجسدية ليست حديثة في الشرق. هناك شارع الزيد، هل سمعت يوما أن النائب العام أو مكتبه تجرأ على التحقيق في هكذا قضايا؟ لا يستطيع. ولذلك يجب، يعني لذلك أنا ذكرت في بداية حديثي أنني أشفق حقيقة على مكتب النائب العام من اقترابه من هكذا قضية، ولا يستطيع أن يأتي في نهاية الأمر بنتائج حقيقية، نتائج يتجلى منها الإنصاف، يتجلى منها العدالة، بل للأسف سيحمل مكتب النائب العام حقيقة شبهات غياب العدالة. ولذلك نحن في أمس الحاجة اليوم إلى تحقيق دولي يضع النقاط على الحروف. طيب، يتمتع بخبرات دولية. واضح دكتور يوسف، نحن محتاجون اليوم إلى تحقيق دولي وهذه التقارير الدولية تدفع في هذا الاتجاه. لكن قبل أن أنتقل إلى ضيفي أريد أن أسألك عن موضوع آخر في أثناء ما الليبيون اليوم يلملمون، يحاولون لملمة جراحهم وربما استيعاب ما جرى. هناك خبر وصور انتشرت اليوم عن زيارة لخليفة حفتر لروسيا بدعوة روسية. برأيك في أي سياق تأتي هذه الزيارة في هذا التوقيت بالذات؟ روسيا في حالة من التسارع لتوظيف كل الأزمات. روسيا تعيش على التشققات، تعيش على حالة التشظي وتغذي بدورها حالة التشظي. يعني بمجرد غياب قائد الفاغنر السابق بريغوجين، جاءت زيارة نائب وزير الدفاع اللي هو بيك يونس بيك يبي كروف، اسم
اختلط عليه نسبيا، ولكن في حقيقة الأمر هناك تسارع روسي لاحتضان حفتر ولدعمه ولإبقائه. حفتر بالنسبة لديه اليوم وخصوصا مع تنامي الحملة الدولية الإعلامية المدينة في حقيقة الأمر لحفتر، وأتت زيارة أعتقد اللي هو قائد الأفريكوم مع السفير الأمريكي والتي جاءت بإنذاراتها المتكررة. حفتر اليوم بالنسبة له روسيا هي الملجأ، هي الحاضنة، وروسيا تدرك هذا تمام الإدراك مع حالة التصدع التي تشهده القارة الإفريقية. نحن نشهد مزيد حقيقة من التصدع على الأرض، من توظيف للارتزاق على الأرض وتعميق حقيقة للكارثة. واضح. شكرا لك دكتور يوسف البخخي الأكاديمي والباحث السياسي المحلل السياسي، كنت معي عبر الهاتف، شكرا لك. كان الدكتور يوسف يجب أن يكون معنا من استودياتنا في العاصمة طرابلس، لكن كان هناك خلل فني منع من أن يكون معنا صوتا وصورة. شكرا لك دكتور يوسف. أعود لضيفاي سيد جمعة الصعيطي عبر الهاتف، ما رأيك في زيارة حفتر إلى روسيا؟ وهل توافق من يقول بأن الوضع في المنطقة الشرقية اليوم مرشح إلى أن يكون يشكل خطر كبير على الأمن القومي الليبي؟ سيد جمعة. كل 2000 جندي مصري بعد الكارثة مباشرة ما ينبئش بخير يعني. أما بالنسبة لزيارة خليفة حفتر لروسيا، فالموضوع شقين طبعا، انت تعرف الصراع بين امريكا وبين نعم سيد جمعة. ما يخص سيد جمعة، حدث انقطاع في الصوت، لو تعيد حضرتك الإجابة لو سمحت. بالنسبة للزيارة، بالنسبة للزيارة، زيارة حفتر الى روسيا. نعم، هناك مشكلة في الانترنت في التواصل مع سيد جمعة الصعيطي. أشكرك جزيل الشكر سيد جمعة، وأعتذر منك عن هذا الخلل. ضيفي من مصراتة سيد فيصل معتيق، كيف تعلق على ما كان يتحدث عليه ضيفاي السيد يوسف البخخي وسيد الصعيطي عن زيارة حفتر إلى روسيا وكذلك التواجد المصري في الشرق؟ والله هذا الأمر واضح أخي محمد، يعني السيطرة والسطوة اللي استطاع النظام المصري أن يؤسسها في شرقنا الحبيب، وللأسف يعني أصبحت واضحة جدا، والكيفية التي يتصرف بها وكأنه هو صاحب الأمر والنهي في المنطقة الشرقية يعني واضحة، ولا يخجل في هذا الأمر. يعني أصبح يعني قدام الله وخلقه زي ما يقولوا، يعني القوات التي أتت في الكارثة اللي حلت بالشرق يعني بصراحة ما هيش يعني قوات إنقاذ أو قوات يعني للمساعدة، مساعدة الليبيين في هذه الكارثة. هي واضحة يعني هو خوف على انهيار المنظومة التي خدموا عليها كثيرا وأسسوها في المنطقة الشرقية. هم يأسسوا في مشروع، والمشروع يعني خدي أبعاد لا بأس بها يعني، وهم خافوا على الانهيار عندما بالذات عندما شافوا الهبة، هبة باقي الليبيين يعني لنجدة الشرق وتفاعل معاه بعض الإخوة في الشرق، فهم خافوا على أن يعني يكون في انهيار في المنظومة، منظومة حفتر. وبالتالي يحاولون حمايتها وترميم سلطتها على المنطقة يعني الشرقية. شكرا لك سيد فيصل معيتيق المتحدث باسم تجمع ثوار 17 فبراير. حتى الزيارة اللي اليوم، حتى الزيارة اليوم اللي كانت إلى روسيا هي تأتي في هذا الإطار لتعزيز وضع حفتر وأبنائه بعد هذه الهبة الشعبية وهذا التواصل ما بين الغرب والشرق. فهذا ربما يكون له أبعاد، وإن كان مازال لم يتم استثماره بشكل صحيح، ونحن نأمل أن يتم استثماره بشكله الصحيح، وأن يكون هو يعني العنصر الذي يهدم هذا المشروع المدمر لوطننا الحبيب. وإن شاء الله. شكرا لك سيد فيصل معيتيق المتحدث باسم تجمع ثوار فبراير لتصحيح المسار، كنت معنا من استديوهاتنا في مصراتة.
شكرا لكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ooh.